حضرات المشاهدين الكرام أينما كنتم طابت أوقاتكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، مساء الفل للناس الكل. الكرة الأرضية في انتظار هذه المواجهة النارية بنجومها العالمية، نيمار، رونالدو، كاباني، راموس، مبابي، إيسكو، بنزيما والبقية في استاد سانتياغو برنابيو في استضافة مباراة نهائية في ثوب ذهب ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وسلطان اللعبة الشعبية. أمامنا طبعا رئيسي ناديي ريال مدريد وباريس سان جيرمان فلورنتينو بيريز، فيراتي الإيطالي والرابيو الفرنسي، ثلاثي خط النار كيليان مبابي، إيدينسون كافاني ونيمار جونيور. سلطان، رونالدو الفنان، رونالدو، رونالدو يوسف، وما زالت الكرة عند بنزيما. شو هذا؟ رائع، ممتاز، توني كروس، الريال بأقدام الأبطال، الريال بأقدام الأبطال. شدوا نيمار، نيمار يوسع، والعارس كايلور نافاس. مباراة مجنونة فيها الفنون والجنون، مباراة ريال. دانيال ألفيش يوسع، شنو هذا؟ وفيراتي يخسر الكرة، خطيرة ومثيرة، والورقة الإعلان. رونالدو الآن يتقدم، رونالدو، كريستيانو، رونالدو، لكن الكرة خارج الإطار، خارج الإطار بدون فرحة لزين الدين زيدان. نيمار، ضاعت على البرازيلي. كرة وهذه كرة، رونالدو، رونالدو، بوم، أريولا، أريولا يكسب المعركة أمام الدور. رونالدو التورنادو وحده وحده لم يقدر على التسجيل. الحاضر الغايب، جول، جول، بوم 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 بوم، رابيو، جول، رابيو، رابيو، النجوم الباريسية تتلألأ مشاهدينا الكرام في سماء العاصمة الإسبانية بكل القوة والدلال. البي اس جي كل شمال على شمال، بنيمار غدار، بمبابي المغوار، هو رابيو، رابيو، رابيو. 10 دقائق لنهاية التسويب، التسويب، رونالدو